صباح الفل ده احلى طبق فول من عندك ابو علي. ابو علي على الاصل ده اهو. بص ابو علي واحد بس. ابو علي واحد يلا. بص الفلافل، الله على الفلافل، الله على الفلافل. والبدنجان والبدنجان والبدنجان. وبعدين السعر ايه؟ السعر ايه؟ ها؟ ارخص من بره يمكن النص. والخامات اللي بتستعمل هنا يا جماعه في منتهى الجمال ومنتهى الشياكه. شويه بطاطس رفيعين، طبق بيض، واخد بالك؟ الاكله دي كلها، الاكله دي كلها وشويه عيش، عيش طازه بيها، شويه عيش طازه، واخد بالك؟ الاكله دي كلها ممكن ما تكلفش 2 دولار، 2 دولار، 2 دولار، صح على بقى؟ صح؟ ها؟ 2 دولار، الاكله دي كلها عندنا في استراليا ممكن تخش ب 60 دولار، 60 دولار والله العظيم ثلاثة، ألف عينها وشفا. يلا وعمل سندوتش اهو، برافو عليك، اهو بدا يزيد اهو. بص السندوتش، وريني السندوتش. ايه رايك؟ جود؟ يو لايك ات؟ جود ها؟ جود والبنجان. والبنجان. طب اللي بقى سندوتش يا سيدي. ها؟ بص السندوتش ده. بلد. سلام من نفسك سلام. ها؟ سلام من نفسك سلام. صباح الفل. نلف من هنا. لا بناكل احنا. نلف من هنا. نلف نلف. صباح الجمال، صباح الفل، بناكل كله تمام. الله اكبر، الله اكبر. ابو علي بص، ابو علي ادب، ابو علي اهو اكل جديد. لا 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 لا. صباح الهنا، صباح الفل. المصريين كلهم يا باشا. هو مين انت؟ من المنصورة. أحلى ناس، بلد الجمال والحلويات. تعالى نروح عشان السوق. السوق يا بلد الجمال ابو علي، واخد بالك؟ اكل ممتاز ونضيف، اهم حاجه ممتاز ونضيف وسعر رخيص. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟